بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. أعزائي الطلبة والطالبات، طلاب الصف الثالث الثانوي أو طلاب المرحلة الثانوية عموما، سواء الصف الأول أو الثاني أو الثالث الثانوي، طبعا الأسئلة أو خلاصة الجرامر اللي معانا أو النقاط الرئيسية في الجرامر عندنا اللي احنا بنتناولها خاصة بجميع صفوف الثانوية العامة، ولكن دايما كلنا البداية مع بعض: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. زي طبعا ما بدأنا حلقة سابقة وتناولنا فيها جزء من النقاط الرئيسية في الجرامر، إن شاء الله هنكمل مع بعض. بالنسبة النهاردة بنتكلم عن الأسماء الموصولة اللي هي relative clause، الأسماء الموصولة relative clause عندنا طبعا واخدين who و whom و that which where when whose، وبرضو ممكن أقول why and what، ولكن الفرق ما بينهم عندنا who that، who that بيجي قبلها عاقل، عاقل سواء اسم شخص سواء وظيفة، المهم كل ما هو دل على العقل، يعني my father my grandmother my teacher for example أحمد محمد، المهم اسم عاقل، ووراها فاعل أو فعل، فاعل أو فعل. إمتى يكون وراها فاعل؟ لو حلت محل مفعول، لو جه هو وذات وراها فاعل في الجملة فهنا حلت محل مفعول، أما لو جه وراها فعل فهي حلت محل الفاعل في الجملة. مرة تانية، هو وذات للعاقل بتسبق بعاقل، بتسبق بعاقل، ولو جه وراها فاعل فهي حلت محل المفعول، أما لو جه وراها فعل فهي حلت محل إيه؟ محل الفاعل. For example I like the man who helps the poor، أنا بحب الرجل اللي بيساعد الفقراء، طبعا هنا حلت محل فاعل لأن هي أصبحت فاعل الجملة، مفروض الجملة I like the man he helps the poor، فشلنا هي وحطنا هو helps the poor. هم بتحل محل مفعول فقط، هم بتحل محل مفعول فقط، أي يأتي بعدها فاعل فقط، يعني دايما هم ما يجيش وراها فعل، دائما هم ما يجيش وراها فعل. وطبعا زي هو بالظبط بتسبق بعاقل، يبقى هو وذات وهم للعاقل، هو وذات وهم للعاقل، ولكن هو وذات تحل محل فاعل أو مفعول، لو حلت محل فاعل هيجي وراها الفعل، أما لو حلت محل مفعول هيجي وراها الفعل، أما هم بتحل محل المفعول فقط أي تتبع بالفعل. She likes the man who she works with، طبعا هنا whom she works ممكن أقول who وممكن أقول whom الاثنين صح، ممكن أقول هنا who she works with يعني اللي هي بتعمل، يعني الجملة اللي قدامنا she likes the man ممكن أقول who she works with أو that she works with أو whom she works with، يعني التلاتة عندنا صح، يبقى هو أو ذات أو هو، التلاتة عندنا في التشويس ينفع في الجملة اللي قدامنا، عندنا قبلها عاقل وبعدين جه وراها الفاعل، وبدل جه وراها فعل يبقى هي حلت محل مفعول، فاحنا واخدين إن هو ذات بتحل محل المفعول وهم بتحل أيضا محل المفعول. طب في حالة وجود حرف جر، في حالة وجود حرف جر قبلها هنروح حاسفين هو وذات وهنستخدم هم فقط، يبقى هم بتسبق بحرف جر ولكن لا تسبق هو أو ذات بحرف جر. مرة تانية، احنا اتفقنا في الجملة دي حطينا التلاتة، ولكن في الجملة اللي بعدها she likes the man with whom she works، ليه هنا ما ينفعش نقول هو ولا ذات؟ لأن بدل في حرف جر يبقى ما ينفعش هو ولا ذات. مرة تانية، يبقى عندنا للعاقل هو أو ذات أو هوم إذا حلت محل مفعول، ولكن في وجود حرف جر، في حرف جر يبقى هوم فقط، حذفنا اتنين وفضلنا هوم فقط. زيها بالظبط عندنا which، which لغير العاقل، which لغير العاقل بتسبق بغير عقل، وبرضو بتحل محل فاعل أو مفعول، يعني ممكن يجي وراها فعل أو مفعول، ممكن يجي وراها فعل أو مفعول. This is the car which I'd like to buy، ممكن which أو that، ممكن which أو that، هنا which أو that، يبقى عندنا which أو that، which أو that بتحل محل فاعل أو مفعول غير عقل، which أو that بتحل محل فاعل أو مفعول غير عقل، يعني لو حلت محل فاعل هيكون وراها الفعل، ولو حلت محل مفعول هيكون وراها إيه؟ هيكون وراها الفاعل.
this is the car. ممكن أقول which I'd like to buy أو that I'd like to buy. ممكن أقول which أو that. ممكن أقول which أو that. ولكن عندنا هنا في وجود حرف جر، لو وجد حرف جر هنستخدم which وليس that. هنستخدم which وليس that. For example, this is the book about which. This is the book about which I told you. ده الكتاب اللي أنا كلمت. ما ينفعش أقول about that. يبقى عندنا في وجود حرف جر ما نستخدمش ذات ولكن نستخدم which. دايما ذات ما يجيش قبلها حرف جر. طيب يبقى طلعنا من القاعدة دي إن اللي بيجي معهم حرف جر مين؟ which و whom. اللي بيجي معهم حرف جر which و whom. بالنسبة لهم للعاقل which لغير العاقل. إذا وجد حرف جر يبقى whom للعاقل which لغير العاقل. أما ذات اللي بتحل محل which ما يجيش معها حرف جر. طب بالنسبة لوير للمكان، وير للمكان بتسبق بمكان وبعدها فاعل. طب ايه كمان معلومة عن وير؟ قال لنا وير دي لها معلومة كويسة جدا لابد نحطها في دماغنا، ان وير لا تسبق بحرف جر ولا تتبع بفعل. عندنا وير بتساوي حرف جر ووتش. وير بتساوي حرف جر ووتش. وير بتساوي حرف جر ووتش جاي لنا في الجملة. مكان وعندنا ويتش يبقى اشترى او باع فعل وحرف جر. فعل وحرف جر. طب حاجة كمان وير. وير لا تسبق بحرف جر ولا تتبع بفعل. وير. وير لا تسبق. لا تسبق بحرف جر ما يجيش قبلها حرف جر ولا تتبع بفعل. ما يجيش وراها فعل. دايما بيكون وراها الفاعل على طول. أما ويتش اللي ممكن يكون معاها مكان، ممكن يكون وراها فعل، ممكن يكون وراها فعل، أو ممكن يكون قبلها حرف جر. احنا اتفقنا ان ويتش ممكن يجي قبلها حرف جر ولكن وير ما يجيش قبلها حرف جر. الحاجة التانية ان ويتش ممكن يجي وراها فعل لانها بتحل محل الفعل. اما وير دايما بيكون وراها فاعل. يبقى وير لا تسبق بحرف جر ولا تتبع بفعل. وير لا تسبق بحرف جر ولا تتبع بفعل. اما ويتش ممكن يكون قبلها حرف جر وممكن يكون معاها يكون وراها فعل. For example, Mansoura is the city where I was born. Where I was born. يعني المنصورة المكان اللي أنا اتولدت فيه. Where I was born. هنا Mansoura is the city which grows sugar beets. اللي بتنزرع فيها بنجر السكر. يبقى هنا which. ما ينفعش هنا where. ليه بقى؟ لأن طبعا عندنا هنا grows فعل. يبقى بدل موجود فعل يبقى which. الحاجة التانية عندنا when زي where بالظبط. when قبلها زمن وبعدها فعل. يعني when خلاصة الكلام لا تسبق بحرف جر ولا تتبع بفعل. لا تسبق بحرف جر ولا تتبع بفعل. July is the month when I was born. when I was born اللي أنا اتولدت فيه. وعشان نتأكد من جملتنا لابد نرجع الجملة لأصلها. يعني إيه الكلام ده؟ يعني منصورة is the city ونحط نقطة I was born in منصورة. فهنا where بتساوي حرف الجر مع المكان. where بتساوي حرف الجر مع اسم المكان. لكن طبعا which طبعا بتدل على شيء غير عاقل فقط. منصورة is the city it grows sugar beets. يعني بنزرع فيها أو بتزرع الشجر beets. it grows يعني بتزرع الشجر beets. يبقى هنا حلت محل غير عاقل فقط وليست دل على مكان. هوز للملكية. هوز للملكية بتدل على أن ما بعدها يخص ما قبلها. مرة تانية هوز معناها بتدل على الملكية أو معناها للملكية أو معناها الذي. كل دول معناهم الذي أو التي. ولكن هوز بتدل على أن ما بعدها يخص ما قبلها. الحاجة اللي بعدها ده بتخص الشيء اللي قبلها. This is the man whose house was on fire. ده الرجل اللي منزله في حريق. This is the man whose house we had dinner. Whose house ولا in whose house. طبعا in whose house. ليه؟ اللي في بيته تناولنا العشاء. يبقى هنا ناخد بالنا من الجملتين. يبقى whose للجملة الأولى نقول whose والجملة الثانية نقول on whose. in whose
يبقى مرة تانية هوز للملكية بتدل على أن ما بعدها يخص ما قبلها، أن ما بعدها يعني الشيء اللي بعدها ده بيخص الإيه اللي قبلها، ده الرجل اللي ده هو بيته. This is the man whose house يعني بيته was on fire for now. This is the man ده الرجل in whose house اللي في بيته تناولنا العشاء. يبقى عندنا كلمة هوز للملكية وتدل على أن ما بعدها يخص ما قبلها، حتى ممكن يبقى غير عاقل مش ضروري يبقى عاقل، هو ما قالناش هنا ملك عاقل، ممكن يبقى عاقل أو غير عاقل. This is the car whose windows are broken. دي السيارة اللي النوافذ بتاعتها اتحطمت. This is the car whose windows. ناخد بالنا برضو من whose، إن بكون إحنا هنا بيكون وراها مملوك، والمملوك ده لابد يبقى اسم، المملوك لابد يبقى اسم. طب ما ممكن يجي لي اسم بس شكله فعل والطالب يتلخبط. مثلا الفعل stay يعني عندنا الفعل stay for example، عندنا الفعل for example name اسم، عندنا arrive، عندنا الفعل visit for example visit يزور، وعندنا مجموعة من الأفعال كتيرة جدا for example likes وdislikes، likes يعني الحاجات اللي بيحبها وdislikes يعني الحاجات اللي ما بيحبهاش dislikes. مجموعة من الأفعال عندنا، مجرد ما نشوف الفعل كده نقول لك ده فعل مش اسم، وهوز ده بيجي وراه مملوك يعني اسم، لا تبع معنى الجملة. يعني فور اكزامبل لما اقول this is the tourist، دي السائح، whose stay in Egypt is finished يعني اقامته في مصر انتهت. This is the tourist whose stay، whose هنا stay هنا اقامة وليس يقيم. يبقى هنا هوز ممكن يكون وراها فعل، بس هو مش فعل، هو اسم بس بياخد شكل الفعل. ولكن لو انا لقيت عندي جملة وراها فعل وراها، فنعرف ان ده فعل وليس اسم. انا بقول this is the tourist whose stay is in Egypt is finished. is finished يعني انتهت. يبقى معنى كده ان انا عندي ايه، ان انا عندي فعل تاني للجملة، يبقى ده اسم وليس فعل. برضو عندنا what و why. what و why ممكن يعتبروا روابط، ولكن بيجي قبلهم فعل أو بيجوا في بداية الجملة. why أو what إمتى يبقوا روابط؟ إمتى يبقوا روابط ضمائر وصل؟ إذا جه قبلهم فعل أو جم في بداية الجملة. what طبعا العاقل غير العاقل، و why اللي بتسأل عن السبب. do what I say اعمل زي ما انا قلت لك. عند دو جملة هي فعل، وعند I say جملة تانية ربطت ما بينهم what. do what I say ممكن اقول I don't understand why you come late. I don't understand why. I don't understand for example I don't طبعا الجملة I don't understand أنا مش فاهم ليه أنت بتيجي متأخر. I don't understand why you come late أو why you always come late، ليه دايما بتيجي متأخر. يبقى هنا why جي قبلها فعل. ممكن أقول لك what you say isn't true. what you say اللي أنت قلته وفصلة كده ونقول isn't true اللي أنت قلته ليس صحيح. هنا what جت في بداية الجملة، وطبعا هي ليست سؤال ولكنها relative clause ضمير وصل ربط ما بين الجملتين you say و isn't true. يبقى ناخد بالنا ان what و why ينفع ضمائر وصل، ولكن بيختلفوا عن باقي الضمائر، ان بيجي قبلهم فعل، بيجي قبلهم فعل او ضمير، او بيجوا في بداية الجملة قبلهم فعل، بيجي قبلهم فعل، بيجي قبلهم فعل أو ضمير، أو في بداية الجملة. ده اللي هي what ومين وwhy. ده بالنسبة لضمائر الوصل. ناخد بالنا برضو في ضمائر الوصل إن عندنا كلمة ذات بيجي قبلها ذات، بتستخدم ممكن نستخدم ذات في الجملة، ولكن ولا نستخدم which في الجملة. إمتى؟ إذا جه قبلها all، إذا جه قبلها all أو كلمات دالة على الكمية زي all وsome وany وalot of، أو لو جه في الجملة أسلوب تفضيل، لو جه في الجملة أسلوب تفضيل، أو إذا دلت على عاقل وغير عاقل في نفس الوقت. يعني إيه؟ I for example I lend you all the money that you want. أنا ممكن أعيرك كل المال اللي أنت عايزه. I could lend you. I could lend you all the money you need. I could lend you. I could lend you
all the money that you need. عندنا هنا all جت قبل الاسم، يبقى نستخدم ذات، ما ينفعش نقول which، ما ينفعش نقول which. يبقى لما يكون في عندنا ذات او some او a lot او much او far في الاسم قبلها، فطبعا بنستخدم ذات وليس mean what. اول جمله اللي فيها اسلوب تفضيل، this is the tallest building that I have ever seen. This for example اسلوب تفضيل، this this is the tallest building. هنا هنقول that ولا هنستخدم which. That I ever. This is the tallest building. ده أطول مبنى. That I have ever seen. اللي أنا شاهدته على الإطلاق. يبقى عندنا أسلوب تفضيل the tallest. يبقى استخدمنا that وليس which. يبقى عندنا which بنستخدم which للإشارة لو سبقت بكلمة all أو كلمة دل على الكمية أو بأسلوب تفضيل. وبرضو عندنا which ممكن نستخدم which وما نستخدمش ذات. إمتى نستخدم which وما نستخدمش ذات؟ في حالة واحدة، إذا دلت على مفهوم جملة سابقة. إذا دلت على مفهوم جملة سابقة. You have passed all the exams which made all of us happy. طبعا هنا بنستخدم which ولا نستخدم that. الحالة الوحيدة طبعا مع برضو وجود حرف الجر، الحالة اللي نستخدم فيها which وما نستخدمش that، إذا دلت which على مفهوم جملة سابقة. إذا دلت which على مفهوم جملة سابقة، يعني مثلا ما أقول مثلا my sister for example my sister have or has a baby. My sister had a baby. Sorry. يعني أختي أصبح عندها طفل. Which made us happy. Which made us happy. وده جعلنا سعداء. هنا طبعا هنا إيه؟ هنا بتدل على مفهوم إيه اللي خلانا سعداء؟ إن أختنا بقى عندها طفل. أنا ما بدورش على الطفل، أنا بدور على كل، على إن أختي عندها طفل. يبقى هنا which دلت على مفهوم جملة سابقة. ما ينفعش هنا نقول that made us happy. لأ، my sister had a baby which made us happy. يبقى عندنا نستخدم ذات وما نستخدمش which في حالة لو عندنا كلمة all أو كلمة دل على ألفاظ الكمية some وإن و a lot of وفار وسلايتلي برضو في الجملة، أو عندنا أسلوب تفضيل. إمتى بنستخدم which وما نستخدمش ذات؟ لو في حرف جر برضو بنستخدم which وما نستخدمش ذات، أو إذا دلت على مفهوم جملة سابقة. دلت على مفهوم جملة سابقة. بعد كده القاعدة اللي هي قاعدة reasons الأسباب، عندنا so دايما so صفة أو حال، so صفة أو حال، وبعدين ذات. so بيجي معاها ذات وsuch بيجي معاها ذات. مرة تانية so that such that. so that such that. so صفة أو حال فقط ومعاها ذات. وممكن صفة، بس إمتى صفة؟ لو هنا verb to be قبلها، وحال لو ده الفعل اللي قبلها فعل أساسي. يبقى so صفة لو قبلها فعل أساسي، لو قبلها verb to be، وحال لو قبلها فعل أساسي ومعاها ذات وجملة. Amanda is so beautiful that all admire her. So beautiful هنا صفة فقط. Such بيجي وراها صفة وناون اسم. Such وراها صفة واسم. لو الاسم ده جمع بنجيب الصفة فقط. طب لو الاسم ده مفرد بنجيب قبل الصفة ايه او ان. بنجيب قبل الصفة ايه او ان. He is such a brave man. A brave man. طبعا man ده جمع مفرد فقلنا a brave. طب لو هي جمع they are such brave men. يعني لو جمع نقرأها كده بالطريقة دي. They are such brave. They are such brave men. هنا عشان من رجال يبقى هنا جبنا brave الصفة بس مش إيه ولا أن. يبقى الإيه والآن لما يكون الاسم ده مفرد فبنجيب الإيه أو الآن. أما لو الاسم ده جمع فما بنجيبش إيه ولا أن. وبرضو ناخد بالنا أن كلمة education والاسم غير المعدود برضو ما نجيبش إيه ولا أن. يعني لو عندنا الاسم بتاعنا غير معدود ما نجيبش إيه ولا أن. وبنستثنى من القاعدة دي كلمتين، كلمة education وكلمة time. كلمة education وكلمة time. He is this is such a hard education يعني تعليم صعب. That we can't study hard مش عارفين نذاكر بجد. يبقى هنا such بيجي وراها
الايه والان مع الاسم لما يكون مفرد قبل اللي هو الاسم اللي بيجي بعد الصفه، ولو هو جمع ما نجيبش ايه والان. وطبعا الاسم غير المعدود زي الاسم الجمع فقط بالظبط، ما يجيش معاه ايه والان، ولكن بنستثني كلمه education و time. بالنسبه لتو تو 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 بيجي معاها تو، وانف بيجي معاها تو، تو تو وانف تو، ولكن تو اللي بتدل على صفه سلبيه، يعني حاجه ما اقدرش اعملها. تو بتدل على صفه سلبيه means can't، اما انف بتدل على صفه ايجابيه. ناخد بالنا ان انف كمان بيجي قبلها الصفه بتيجي قبل انف، اما تو بيجي بعدها الصفه. الحاجه الثانيه ان انف ممكن يجي وراها اسم وليس صفه. The test was too difficult. الامتحان كان صعب for everyone. لكل شخص to answer. To answer to والمصدر. I don't have enough balance in my mobile. I don't have enough balance. طبعا هنا balance اسم. The test was easy. الامتحان كان سهل enough for everyone to answer. طبعا هنا easy صفة إيجابية فاستخدمناها مع enough. يبقى الصفة السلبية بتيجي مع مين؟ مع to. والصفة الإيجابية بتيجي مع enough. وناخد بالنا أن الصفة بتسبق enough، أما to بيجي معاها تو بيجي معاها ايه؟ بيجي معاها صف. ولو عندي بط في الجملة بنستخدم enough. لو عندي بط بنستخدم enough. بط بنستخدم enough. طب نيجي لعندنا all. all معناها كل. كل يعني الجمع. طب ناخد بالنا ان all دي بيجي وراها اسم جمع بس فعلها جمع. all اسم جمع فعل جمع. طب ممكن يجي وراها اسم بيدل على الجمع ولكن فعله مفرد. زي ما اقول لك all the country is preparing for the coronation. كل الدولة بتستعد للتتويج. all the country is. يبقى عندنا all بيجي وراها اسم جمع وفعل جمع. طب لو اسم دل على المفرد او الجمع فبنجيب وراها فعل مفرد. طب لو all جه وراها اسم غير معدود فالفعل مفرد. all لو جه وراها اسم غير معدود فالفعل مفرد. all the money is enough. كل المال ده كافي. all the money. all the money طبعا الماني دي اسم غير معدود، يبقى is enough. is enough يعني كافي. is enough for me today. for me. ناخد بالنا هنا ان all جي وراها اسم غير معدود فالفعل بتاعها مفرد. يبقى لو عندنا all جي وراها اسم جمع فعل جمع. لو اسم دل على المفرد والجمع زي all the country all the team كل الفريق كل الدولة فبيكون الفعل مفرد. اما عندنا هنا لو الاسم غير معدود بيجي وراها فعل مفرد. بالنسبة ل everyone او every بيجي وراها اسم every بيجي وراها every بيجي وراها فعل مفرد. every بيجي وراها فعل مفرد واسمه مفرد. every بيجي وراها فعل مفرد والاسم اللي وراها مفرد، ولكن الضمير اللي بيعود عليه بيبقى جمع. الضمير اللي بيعود عليه بيبقى جمع. everyone has a role. كل واحد ليه دور. everyone. every single student. كل طالب منفرد should provide a research. طيب قلنا في حتة قلنا على every بتدل على أو بيجي وراها اسم مفرد وفعل مفرد، ولكن الضمير اللي بيعود عليه بيبقى صيغته جمع. For everyone answers. هقول answers their exams. ناخد بالنا من الجملة اللي بقول everyone answers. الفعل هنا مفرد. يعني فعل مفرد يعني مفروض إن الفاعل بتاعه it. حطه كده كأنك بتحط it. it بياخد has، بياخد الفعل في is. الفعل في is هي it likes, it has, it was. المهم الأفعال المفردة. ناويين نبص على الأفعال اللي بتاخد صيغة الإفراد. الفعل المفرد كأن الفعل بتاعه it. يعني إيه it؟ يعني بياخد is. يعني إيه كمان؟ يعني بياخد was. يعني بياخد إيه كمان؟ بياخد has. يعني بياخد الفعل اللي فيه is likes for example. يبقى ده بالنسبة للفعل مين؟ المفرد. طب لو الفعل بتاعي جمع for example بياخد الضمير كأن الضمير زي بتاع. زي ممكن أقول زي are أو زي where أو زي have أو they like for example. يبقى عندنا لما نقول الفعل مفرد يبقى ياخد is was has likes for example يعني على سبيل المثال. ولما نقول الفعل جمع كأن زي بياخد are أو where أو have أو like. زي المثال عندنا هنا بالظبط everyone answers. everyone answers
فعلها مفرد. بس لو انا بقول كل واحد اجي بامتحاناته their exams، ما ينفعش نقول his ولا her. ليه؟ لان هنا لم يحدد هويه الشخص اذا كان مؤنث او مذكر، فعشان كده اطلقناها للكل فاستخدمنا ضمير الجمع. يبقى everyone او every person او every عموما ضميرها بيبقى الضمير اللي بيعود عليها جمع. بالنسبه ل each عامله زي every، بيجي وراها الفعل مفرد، ولكن اتش معروفة ان بيجي وراها حرف الجر، ممكن يجي وراها حرف الجر اوف، اما افري ما يجيش وراها اوف. ما ينفعش اقول افري اوف، افري اوف خطأ، اتش اوف، اتش اوف وبيجي وراها اسم جمع. I have an orange in each hand، اتش هاند جي وراها اسم مفرد، ولكن اتش اوف ذا جيرلز از دي لاي از ديليجنت. هنا اتش اوف ذا جيرلز جي وراها اسم جمع وفعل مفرد، اتش اوف ذا جيرلز اسم جمع فعل مفرد. بوث بتشير الى اثنين، بوث بتشير الى اثنين، ودائما فعلها جمع، ودائما فعلها جمع. بوث محمد اند عمرو ار، بوث محمد اند عمرو ار، وبوث بيجي معاها ار والفعل جمع، يبقى كلمه بوث معناها كلاهما وفعلها جمع. افري واتش فعلها مفرد، افري واتش فعلها مفرد، بوث فعلها جمع. دي الى افري كل، الى اثنين، الى اثنين او اكتر، ودي الى دي الى ثلاثة أو أكتر، ودي إلى سنين أو أكتر، ولكن every لا تتميز بوجود of، أما each بيجي معاها of وفاعل جاء وفعل أو اسم جمع. both بتشير إلى سنين وفعلها دائما جمع. بالنسبة ل have زي بالظبط all، have بالظبط عاملة زي all، have بيجي وراها اسم جمع وفعل جمع، have زي all بيجي وراها اسم جمع وفعل جمع. half the boys are liars، نص الأولاد كذابين. half of the rice طبعا هنا اسم غير معدود يبقى الفعل بتاعنا مفرد. طيب have a dozen، ناخد بالنا من expressions have a dozen، have a meter، have a kilometer، expression كده والفعل بتاعنا بيبقى مفرد. have a dozen is sufficient يعني كافي، have a dozen يعني نص دستة، have a dozen، have a meter، have a kilo، have a طبعا هنا have a طبعا اكسبريشن دل على الكميه وبيجي وراها فعل ايه مفرد. بالنسبه لايزر ونايزر، ايزر معناها اما او، ايزر معناها اما او، اما نايزر معناها لا ولا، نايزر معناها لا ولا، يعني نايزر بتدل على النفي، يعني لما نشوف كلمه بط نعرف ان هي نايزر. وايزر بتتميز ان ممكن يجي معاها اور، اما نايزر بتتميز ان بيجي معاها نور. يبقى ايزر ونايزر ممكن نجيب مع ايزر، ممكن نجيب مع ايزر اور، ممكن في بعض الجمل يكون معاها اور معناها اما او، وممكن نايزر نجيب معاها نور معناها لا ولا، لا ولا. either team or ream is coming، either team or ream is coming، الفعل بيتبع الفاعل الاقرب، يعني ريم ده مفرد تاخد اس. طب لو الفاعل ده هو جمع، either team or her sisters or sisters are coming، يبقى الفعل بيتبع الفعل الاقرب اللي هو الفاعل الثاني. neither the father nor the children، هيبقى هنا are لان children جمع، يبقى عندنا either ونيزر، either ونيزر، الفعل بتاعهم بيتبع الفاعل الاقرب. either بيجي معها or ونيزر بيجي معها نور. either معناها اما او للاختيار، ونيزر معناها لا ولا للنفي، ولكن الفعل بيتبع الفعل الاقرب يعني اللي قبله على طول. طيب بالنسبه عندنا لبرضو الكوزاتيف، الكوزاتيف عندنا اللي هي هاف وجت، هاف وجت في حالة الجملة مبنية للمعلوم، فهاف بيجي معاه الفعل في المصدر فقط، أما جت بيجي معاه طول مصدر في حالة إن الفعل معلوم، يعني هنا عاقل، يعني بعد هاف عاقل سمون يعني شخص، هاف سمون، جيت سمون، هنا هاف سمون إنفينيتيف، جيت سمون تو بلس إنفينيتيف، تو بلس إنفينيتيف. طب عندنا الجملة الباسيف منها هاف وجيت الاتنين زي بعض، بنجيب وراها التصريف التالي، وطبعا هاف وجيت بيتوقفوا على نوع الجملة بتاعتهم اللي هي لو كانت ماضي هتبقى هاد، لو كانت ماضي تام هتبقى هاد هاد، وهنا هتبقى جود، وهنا هتبقى هاد جود، يعني تبع معنى او تبع الفعل الاساسي للجملة اللي هو هاف وجيت. ولكن ناخد بالنا بس احنا بنركز على جزئية لو عاقل يبقى مصدر مع هاف، ولو عاقل مع جيت يبقى طول مصدر، اما في حالة المجهول الاتنين غير عاقل بينه بعدهم فبنجيب التصريف الثالث.
هاف تامر هيلبس هيلبس ولا هيلب يو؟ طبعا هيلب يو. ليه؟ لان عندنا هاف تامر. جيت تامر تو هيلب يو. اي ويل هاف، طبعا الجمله هنا امريه. اي ويل هاف ماي كار، طبعا ماي كار غير عاقل يبقى ريبيرد. ممكن اقول اي ويل جيت ماي كار، ممكن اقول اي ويل هاف او اي ويل جيت. الاثنين عندنا هنا صح، اي ويل هاف او اي ويل جيت ماي كار ريبيرد. بالنسبة لفيرب تو هاف بي والتصريف الثالث، لو هو مبني للفيرب اللي هو هاف وهاز، كنت هاف وهاز تو بي أي حاجة بيجي معاها تو بيبقى الباسف منها بي والتصريف الثالث. The test has to be done. That has to want to be done. Are going to be done. Used to be done. المهم لما يكون في عندنا تو يبقى بي والتصريف الثالث منه. The test has to be done. The test has to be done. I am the test is going to be answered. The test is going to be answered. أي expression تعبير من الجرامر بيجي معاه to فالباسف منه to be والتصريف التالي. The report must be delivered. هو he must deliver. يبقى هنا التقرير لابد أن يسلم. The report must be delivered now. يجب أن يسلم الآن. عندنا can be و could يعني الأفعال الناقصة بيجي معاه be والتصريف التالي وبالإضافة ل to و المصدر. طب ايه كمان عندنا في الجملة الباسيف المبنية للمجهول؟ عندنا it's. اي حاجة فيها بتبدأ ب it. it's او it was. it's said او it was said او has been او can be said او thought او for example explained. it was said. it was thought. for example it was believed يعني يعتقد. بيجي معها that. نفتكر ان it بيجي معها that. نفتكر ان it was في الباسيف بيجي معاها ذات، بيجي معاها ذات. طيب لو ما عنديش ذات وعندي الفاعل عاقل او غير عاقل، بس عندنا هنا هي او شي او او ذا كار واز وهكذا، يبقى was او said بس بيجي معاها تو والمصدر لو الفعل مضارع او الجمله الفعل مضارع، وتو هاف والتصريف الثالث لو الفعل ماضي. مره تانية، لو الفعل مضارع تو والمصدر الفعل هون الفعل الثاني، ولو الفعل ماضي تو هاف والتصريف الثالث. كاندي was said to have been assigned by the mafia. طبعا هنا تو هاف بين assigned برضو جمله كمان باسف. let self be والتصريف التالت معناه هنا استخدام ضمير منعكس لأن الفعل هو نفسه المفعول أو بيرتد على نفسه. don't let yourself يعني لا تسمح لنفسك be deceived. عارفين إن let بيجي معاه مصدر الفعل، ولكن هنا الباسيف هيبقى don't let yourself be deceived. don't let yourself be deceived by the others يعني لا تدع نفسك إنك تغش من الآخرين. don't let يبقى let self let وعندنا ضمير منعكس بي والتصريف الثالث. ومن هنا وصلنا لنهاية حلقة اليوم، وانتظرونا مع الحلقة الأخيرة من أهم نقاط الجرامر في الثانوية العامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.